والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت بذلك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه، الصلاة والسلام عليك يا محمد، الصلاة والسلام عليك يا أحمد، الصلاة والسلام عليك يا ماحي، الصلاة والسلام عليك يا عاقب، الصلاة والسلام عليك يا أبا القاسم، الصلاة والسلام عليك يا أبا إبراهيم، الصلاة والسلام عليك يا أبا الزهراء، الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا حبيب رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا أفضل الخلق أجمعين، الصلاة والسلام عليك يا صاحب المعراج، الصلاة والسلام عليك يا صاحب البراق، الصلاة والسلام عليك يا صاحب اللواء، الصلاة والسلام عليك يا صاحب المغفر، الصلاة والسلام عليك يا من علمتنا الإيمان بالله، الصلاة والسلام عليك يا من علمتنا الإسلام، الصلاة والسلام عليك يا من دعوتنا إلى الجنة، الصلاة والسلام عليك يا من حذرتنا من النار، الصلاة والسلام عليك يا من علمتنا الطهارة، الصلاة والسلام عليك يا من علمتنا الصلاة، الصلاة والسلام عليك يا من بك عرفنا الكعبة الشريفة، الصلاة والسلام عليك يا من علمتنا من لا يرحم لا يرحم.
الهم. الصلاة والسلام عليك يا من قلت أوحي إلي أن تواضعوا. الصلاة والسلام عليك يا من قال لك ربك في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا من قال لك ربك وإنك لعلى خلق عظيم. الصلاة والسلام عليك يا من أقسم الله بحياتك في القرآن فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أيوة حياتك يا محمد الله يقسم، الله يقسم بحياة محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيد الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا من قال فيك ربك بالمؤمنين رؤوف رحيم. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الذكرى. الصلاة والسلام عليك يا من علمتنا أن نحترم الكبير وأن نرحم الصغير. الصلاة والسلام عليك يا من قلت الأخ الكبير بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم. الصلاة والسلام عليك يا من انشق لإشارتك القمر. الصلاة والسلام عليك يا من سعى لخدمتك الشجر والحجر. الصلاة والسلام عليك يا من سلم عليك الحجر. الصلاة والسلام عليك يا من اهتز الجبل تحت قدميك. الصلاة والسلام عليك يا من نبع الماء من بين أصابعك. الصلاة والسلام عليك يا من شكى الجمل إليك. الصلاة والسلام عليك يا من كلمتك الكتف المقطوعة المطبوخة. الصلاة والسلام عليك يا من حن الجزع إليك. الصلاة والسلام عليك يا من شهد الذئب لك بالرسالة. الصلاة والسلام عليك يا من شهدت لك الغزالة بالنبوة والرسالة. الصلاة والسلام عليك يا أكثر الأنبياء معجزات. الصلاة والسلام عليك يا من أنزل القرآن عليك. الصلاة والسلام عليك يا محمد يا من قلت إنما أنا رحمة مهداة. الصلاة والسلام عليك يا من أنت أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا فأنت القائل، فأنت القائل يوم القيامة أمتي أمتي وكل منا يقول نفسي نفسي. وأنت يا محمد وأنت يا رسول الله تقول أمتي أمتي. الصلاة والسلام عليك يا من قلت من رآني في المنام فسوف يراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي. الصلاة والسلام عليك يا من علمتنا الرأفة حتى
في البهائم وأديت الجفنة بيدك الشريفة للهرة. الصلاة والسلام عليك يا من رأيت بهيمة حمارا قد كوي في وجهه فقلت لعن الله من فعل هذا. الصلاة والسلام عليك يا من كان من أخلاقك أنك تسلم حتى على الصبيان في الطريق. الصلاة والسلام عليك يا من كنت من تواضعك تنام على الحصير. الصلاة والسلام عليك يا من كنت تبكي في ركوعك وفي سجودك خشية من الله حتى يبتل التراب من دموعك يا رسول الله، من دموعك يا حبيب الله، من دموعك يا خير خلق الله. يبتل التراب في سجودك لربك يا سيد المتواضعين، يا أفضل مولود، يا أعظم مولود عرفه هذا العالم، عرفه التاريخ، من ذلك البيت المتواضع في مكة المكرمة. انتشر النور عم الأرجاء، ضاءت الدنيا بمولد محمد، ضاءت الدنيا واهتزت الأرض فرحا بمولد ذاك اليتيم حبيب الله محمد. الصلاة والسلام عليك يا من كنت من تواضعك تمشي مع الجارية الصغيرة إلى حيث تريد إلى أن تقضي لها حاجتها. الصلاة والسلام عليك يا من كنت تقعد مع الضعفاء، مع الأرقاء، مع العبيد، تجلسهم معك، يأكلون معك، بل تأخذهم إلى بيتك، وأنت الذي قلت إنما أنا عبد، أي عبد لله، آكل كما يأكل العبد. يا من كنت من تواضعك تعود المريض وتشهد جنائز الفقراء من المسلمين. يا من كنت آية في رحمة عباد الله. يا من كنت آية في التواضع.